على الطريق الواصل بين قرى سهل الغاب والحواش، يطأ الأطفال أقدامهم بهدوء خشية السقوط أثناء ذهابهم إلى المدرسة، ويعبر المارة على الدراجات النارية آملين السلامة خوفا من حديث أليم قد يودي بحياتهم. إذا بدك تمرق هون هلا، إذا بدك تمرق سيارة إسعاف المريض بيموت هون، ما بيوصل للمشفى، للمشفى ما بيوصل نهائيا. إذا بدك هلا غصة بتطلع هيك ما فيك، إذا بدك تمشي هنيك بدك تطوف بالطين لهون للركبة. الآلية السيارة مثل هاي السيارة إذا بدك تمشي هون بتتكسر من تحت وما بتوصل لل، هلا غصة على قدام هيك على جسر بيت الراس ما فيك تمشي نهائيا. 3 كيلومترات من التعب والعناء كانت كفيلة بتسرب الطلاب عن المدارس وتوقف أعمال البعض بسبب تعرضهم للحوادث المتكررة وتردي الأوضاع الصحية للمرضى والمصابين نتيجة لتأخر وصولهم إلى المشافي والمراكز الإسعافية. يعتبر هذا الطريق طريق إخلاء وإسعاف، كون قرية الحواش يوجد فيها مركز دقاح ومشفى تخصصي. أغلب أهالي القرى يعتمدون هذا الطريق كون لا يوجد طريق رديف لهذا الطريق. نرجع ناشد مجلس محافظة حماة أنه يتواصل مع المنظمات من أجل إعادة تأهيل هذا الطريق. أنا طالب مدرسي، مو حرام كل أسبوع بدي حقبوط 7000 ليرة 8000، هلق عم فكر بطل من مدرسي مشان هذا الطريق. معاناة كثيرة، يعني ما عم نقدر نمشي ونروح على المدرسة، طلاب كذا طلاب عم تعاني بدها تبطل من المدرسة، شو بنعمل؟ يعني بدنا منظمة، شيء حدا يكفل الطريق بيزبط لنا إياه. مع بداية فصل الشتاء من كل عام يزداد الوضع سوءا بالنسبة للشوارع في سهل الغاب، وأبرزها الطريق الواصل بين قرى جسر بيت الراس والحواش الذي يعتبر الإمداد المدني الوحيد للسكان. يعاني معظم أهالي قرى سهل الغاب من سوء الأوضاع الخدمية، وأبرزها الطرقات الفرعية والرئيسية والتي تشكل عائقا كبيرا أمام حركة المدنيين والمنظومات الإسعافية. من سهل الغاب جميل الحسن، أورينت نيوز، ريفو حماه.